السلام عليكم، مرحبا بكم معايا في كوزينتي. اليوم اش راح نديرو؟ راح نديرو بوب كورن بالكراميل اللي كانوا البنات طلبوه مني. راح نحتاج كمقادير للكراميل كالسكر، راح ندير بهذا المقدار، ثم نحسب كميه البوب كورن راح نديروه. كالسكر ربع كاس ماء، ربع مغرف خميره الحلوى، ربع مغرف هذا الكراميل، وراح نوجدوا البوب كورن بلا ماشين اللي نعتها لكم المره اللي فاتت. نحط البوب كورن تاعي طيب ونوجد الكراميل معاه. في الوقت اللي يطيب فيه البوب كورن انا نوجد الكراميل. واش راح ندير؟ نشلنا على الكاسرونه، نحط فيها المقدار تاع السكر، قلت كاس سكر بربع كاس ماء، نخلي هكا على النار وما نقيسوش، خلاص خليه حتى يبدا يذوب وحده. هنا بعد اللي يذوب السكر كامل يرجع لونه هكا كما راكم تشوفوا. هنا واش راح نزيد؟ راح نزيد ربع مغرف من خميرة الحلوى. ونخلط كما راكم تشوفوا، شوف كيفاه يفور، ومباشرة نلوحو على البوب كورن. ونخلط فلفل، خلطي بالزرب باش ما يجمدلكش، نخلطوه مليح ومن بعد نخليه حتى يبرد ونفتتوه ولا نفرقوه على بعضه. وهنا من الاحسن الحاجه اللي تخلطي بها المغارف تدهنيهم بالزيت باش ما يلصقلكش فيه. نخليوه يبرد ما يطولش بزاف ويبرد، ومن بعد نفتتوه بالطريقه هذه. تلقاي هكا رجع كتله واحده، تحكمي هكا وتفتيه. ان شاء الله البنات اللي طلبوا مني هاد لاغوسيت تاع البوب كورن بالكراميل يكونوا عم يشوفوا فيا. ان شاء الله تعجبكم لاغوسيت، تاكلوه بالصحه والهنا.